من قناة أخبار العالم نوافيكم بهذا الخبر عما حدث مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بعد عودته من المملكة العربية السعودية إلى اليمن، حيث تعرض لقطاع طرق والذين حاولوا سلب أمواله وأسلحته، لكن بعد أن خاطبهم بأسلوب اللين والقبيلة وأصل العروبة تغير الموقف بالكامل. نترككم لمشاهدة الفيديو. أنت تعرضت لمحاولة اعتداء داخل الأراضي اليمنية بعيد تجاوزك الحدود السعودية، تتذكر هذا القصة؟ والله أنت جامع معلوماتي بشكل جيد، يعني حاول أعرف مصدرك الحقيقة. الإعلامي لا يكشف مصادره. طال عمرك أنا كنت في إجازة في المملكة ودخلت مع المنفذ السعودي ودخلت دول منفذ اليمني، فسائق السفارة كان موجود، استقبلني في سيارة تاهو تقريبا وعطاني الرشاش حقي وهو مع رشاش وتحركنا، فقالت بنروح مع الحديدة أو مع حجة، حجة أسرع لو رحنا مع الحجة أسرع. قلت توكل على روح مع حجة، احنا بنروح مع حجة أسرع. وفعلا رحنا مع حجة على قراب المغرب كذا وصلنا، ففجأة جانا مطب كبير، مطب كبير مرة جدا، توجب على السائق أن يوقف بالكامل. أول ما وقف إلا في خمسة رجاجين معهم رشاشات فوق رؤوسنا يقولون فتحت الزجاجة قلت لهم خير إن شاء الله، قالوا عطنا فلوسك وعطنا رشاشك ولا تقاوم، لأنك إذا قاومت بنقتلك أو نأسرك ونأخذ سيارتك ونأخذ كل شيء. قلت اللي طلبته بسيط، بس الحقيقة بعلمكم اللي عندي، أنتوا عرب. قالوا أصل العرب، حنا أصل العرب. قلت والله نعم، لكن أصل العرب أنا خبري من أول شيبان وهنا وأنتوا أن الضيف يطرد بالقوة عشان يدخل البيوت يعشى ولا يغدى، توقعتم تبغون تعشوني؟ قال والله غلبتنا، أنت غلبتنا، إي والله اللي بنعشيك، إي والله ما نسلبك، إي والله نوكم معك. فالمهم تغيروا فعلا هؤلاء العرب الأقحاح، اضطرتهم الظروف الاقتصادية، اضطرتهم الظروف المعيشية لتكامل هذا الخطأ، وتصادقت أنا وياهم وساعدتهم بما أستطيع أن يتحول إلى حياة أفضل. لكن الجميل في الأمر أن هذه هؤلاء العرب الأقحاح لما تعاملنا معهم بمنطق العروبة كان لديهم تفاعل إيجابي وكبير جدا ولله.